داخل منطقة القصبة بالمدينة القديمة لأسفي، صادف فريقنا 3 شبان وهم يقومون بتنظيف وإعادة ترميم حديقة صغيرة بجانب دار الشباب بالمدينة القديمة بعد أن كانت في صورة سيئة للغاية. هشام ونبيل وصديقهما هم طلبة في معهد متخصص في مجال الزراعة والبستنة، قرروا معاشرة الأشجار والنباتات، فبآليات بسيطة من مجرفة ومعول وشتائل من مالهم الخاص يحاولون جاهدين تغيير ملامح المدينة القديمة من الأسوأ إلى الأفضل. كثير من الناس يعتبرون البستنة هواية أو نشاط لتمضية الوقت، ومع ذلك فبالنسبة لنبيل وصديقيه فإن رؤية النباتات والأشجار تنمو أمرا ممتعا وممتعا بشكل لا يصدق، لكن يريدون أن يكون لهم في المستقبل عمل بدل هواية لتمكينهم من الإدماج في سوق الشغل وتوفير قوتهم اليومي. السلام عليكم، الاسم ديالي نبيل المعزاوي، من ساكنه ديال المدينه القديمه. كنطالبوا من المسؤولين يتعاونوا معنا على قبل هاد الحدائق ديال المدينه، لحقاش هاد الحدائق معدومين كليا، ما فيهم لا اغراس لا حتى شي حاجه اللي كتفرح. صراحه حنا كشباب مدينه قديمه وعندنا تجربه في هاد الميدان ديال البستانه، بغينا نديروا شي حاجه اللي تبين المدينه القديمه وتعطي اشعاع لهاد المدينه القديمه. اللي كنديروا دابا هو حنا كنديروا دابا عمل تطوعي، كنخدموا بهذوك الامكانيات اللي عندنا، يعني ما لقيناش شي مساعده من شي اداره ولا شي مسؤول ولا شي حاجه. المهم اللي كنطالبوا شي مسؤول على الاقل يتعاون معنا غير بالاغراس إلا كان ممكن. مستعدين نخدموا كما تطوعين، ما عندناش إشكال حنا كساكنة مدينة قديمة. بالنسبة للدراسة كنا كنديروا فورماسيون ديال البستانة لابخونتيساج، شواهد قريب عما قريب غناخدهم. سالينا السطاج تقريبا، راه ساليناه، كنتسناو غير الدبلوم يعطيو لينا المعهد العالي اللي كاين في جامعة تسحيم. كنتمنى ان شاء الله ملي ناخذوا الدبلومات يحلوا لينا الباب في سوق الشغل، باش حنايا نكوفريو راسنا وان شاء الله يكون خير. حنا متطوعين جينا خدمنا هذه الجرده، هذه كانت كامله بلون سوفاج، كامله مهموله شي عامين ما بقاش تخدمات، جينا حيدنا كل شيء وعاود زرعناها من الاول. وحنا دابا ولات الحرفه ديالنا، لاننا درنا واحد الدراسه، درنا واحد الفورماسيون على جاردينج، وتنتمنى باننا نلقاو افاق ديال الشغل في هذا الدومين هذا. واسفي غالبا كاين شركات اللي معروفين قلال، جوج شركات، وحده ديال موليم وكاين صافي فير، هادو هما اللي معروفين هنا في اسفي. حنا تنتسناو نشدو الدبلومات ديالنا ونقلبوا عليهم، لان الدبلومات تقريبا في هذا الشهر غادي نشدوهم ان شاء الله، وتنتمناو يكون ابواب الشغل مفتوحه لينا ملي نشدوهم. حنا تنتمناو نخدموا كاع المناطق اللي كاينه هنا في المدينه القديمه، نقادوهم ونصلحوهم، ولكن لقينا مشاكل بزاف، خصوصا بان هنا الجرده تابعه لدار الشباب وما لقينا حتى شي واحد يعاوننا، يعني كل شيء درناه غير من مجهود فردي ومادي ديالنا. تنتمنى من المقاولين اللي في المدينه باش يفتحوا ابواب الشغل في جميع الافاق للشباب ديال المدينه ويتعاونوا معهم، لان هنا كاين بزاف ديال البطاله والناس بزاف عاطلين، و يعني خاص شويه ديال ابواب ديال الشغل يتفتحوا لينا وشويه ديال المعاونه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.